السلام عليكم خواتاتي خوتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كنتمنى انني ندير لكم واحد الفلوغ، يعني كنت باغا ندير لكم واحد الخريجه انا وليداتي، نمشيو لبلاصه البحر ولا نمشيو لشي خريجه لشي بليصه، ولكن ما كتبتش. اليوم غادي ندير لكم واحد الفلوغ سبيطار، ولكن ماشي شي حاجه اللي ما مزياناش، غير بنت اختي ان شاء الله بحول الله هذا النهار غادي تولد، وراكم كتعرفوا في الغربه يعني ضروري انا اللي غادي نرافقها، ما عندنا حتى شي واحد غير انا وياها هنايا. كنتمنىكم انكم تعاونونا بالدعاء ديالكم، ندعيو معاها والله يسهل على كل محرومه كتمنى ان يكون عندها وليدات، الله يرزقها بالذريه الصالحه، واللي ما مزوجاش الله يسهل عليها بالزوج الصالح اللي تكون كتمنى وحسن من اللي كتمنى، وحتى الدراري ما نسوهمش هما الله يسهل عليهم، بنات الناس اللي يكونوا لهم يعني تكون ام وزوجه وابنه واخت وصديقه، والله يسهل على كل واحد بشنو كيتمنى ان شاء الله بحول الله. المهم حبيباتي خليكم معايا هذا النهار ان شاء الله، غادي نحاول نصور لكم عاوتاني، راني عارفه بانه كلشي كيصور هاد الفيديوهات وكيبينوا السبيطارات كيفاش دايرين في اوروبا وكيفاش كلشي، ولكن انا عاوتاني في دوري انا بغيت نحط هاد الفيديو ان شاء الله في القناه ديالي لخوتي والخواتاتي، والله يسهل على الجميع، وكننتظر الدعوات ديالكم البنت اختي في التعاليق ديالكم، راني عارفكم بانكم قلب كبير، غير التعاليق ديالكم اللي كتخليو لي كنشكركم بزاف 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 بزاف، شحال ما شكرتكم غادي تكون قليله في حقكم، والله يسهل على الجميع. هانتوما خواتاتي ندير لكم واحد الجوله هذه غير في قاعه الانتظار. تبارك الله كي قلت لك غير بالنظافه، النظافه عندهم غزاله كلشي نقي. بنت اختي مسكينه من الصباح وهي مسكينه فيها داك الحرق خفيف، مره يجي مره يمشي، والو دابا عطاوها الرياضه عطاوها داك الشيء كلشي والو، ومازالين كنتسناو. دابا هذه 8 ديال الليل وحنا مازالين كنتمشاو، مره نطلعوا في الدروج مره نهبطوا، ومازالين كنتسناو الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. الله يفرج على كل وحدة، كنتمنى ان شاء الله بحول الله الدرية الصالحة الله يفكها على خير. ها انتم اخواتاتي كل شيء مشى، قوى الناس لكل واحد في البيت ديالو، دابا التواصل ديال الماكلة كيف وجدي لهم على حسب الماكلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يفرجها على كل واحد، الله يرزق كل وحدة كتمنى الدرية الصالحة، الله يرزقها الدرية الصالحة. كنتمنى أخواتي أنكم تدعيوا معاها يفكها ربي على خير. ونخليكم اخوتي الا كان شي جديد ان شاء الله بحول الله نشاركه معكم.